الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا يا ربنا بفضلك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك،
أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين بفضلك صلنا إليك. اللهم هب لنا يا ربنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته سالما غانما يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا يا ربنا من السعداء في الدنيا والآخرة، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا، واجعله الوارث منا، واجعل اللهم ثأرنا على من ظلمنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا جليسا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا لنا يا أكرم الأكرمين. اجعله اللهم أمامنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله خلفنا يسوقنا إلى النار. اللهم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. انصر اللهم الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في بلادنا وفي كل مكان. اللهم عليك بكل من يصد عن دينك في كل مكان. اللهم عليك بكل من يحارب دينك في كل مكان. اللهم واجعلنا يا ربنا من الذين نظرت إليهم في أول ليلة يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.